وجميع أوقاتكم بكل خير من هنا من على أرضية ميدان الطائف في مهرجان ولي العهد، المهرجان الغالي على قلوب الجميع. نرحب بالمشاركين، نرحب بالحاضرين القادمين من ميادين الخليج من أجل المشاركة في ميدان الجميع. على بركة الله وتوفيقه انطلق الشوط الرئيسي للقعدان المفاريد. المسافة هي 2 كيلومترات. أتقدم مباشرة مع المركز الأول. البداية طايش مهدي بن فهيد بن مسفر العرجاني يقدم لنا طايش. المركز الثاني الوصول والقدوم، من غير مع أول الأسماء. هذا هو الصايد وهذا هو الزلزال. ناجي بن مسفر بن صالح الرزق اليامي القادم من نجران يقدم لنا الصايد. المركز الثالث الوصول من قبل منهاج بشعار سعيد بن محمد بن حمد آل فهيد المري يقدم لنا منهاج. ووصلوا أبناء الإمارات، ووصلوا أبناء دبي، أبناء دانة الدنيا دبي. يتقدم في هذه اللحظات زناتي وسالم بن رملي بن محمد العامري يقدم لنا زناتي مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والقدوم من المتعب بشعار صويحي بن الخيلان بن عايش الشمري، ولكن العودة إلى أبناء نجران، العودة إلى أبناء منجم السبك يقدم لنا الصايد مع الشوط الرئيسي الزلزال. بالانتظار أبناء المملكة وأبناء الإمارات وأبناء حايل مع متعب صويحي بن الخيلان الشمري يقدم لنا متعب والصايد ناجي يا ناجي. الشوط الرئيسي في هذا المساء مع ناجي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي يقدم لنا الصايد وأبناء نجران. الشوط الرئيسي يذهب من ميدان الطائف إلى أبناء نجران إلى منجم السبك، إلى منجم الرموز، إلى منجم الأصالة. سلام يا السلسال، سلام. تهانينا وألف مبروك على هذا النوماس. صايد وفايد يا السلسال، سلام يا السلسال، سلام. سلام إلى أبناء نجران. الشوط الرئيسي يذهب إلى أبناء نجران مع السلسال. ناجي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني متعب بشعار صويحي بن الخيلان بن عايش الشمري. المركز الثالث كان الزناتي بشعار سالم بن رملي بن محمد العامري، والمركز الرابع والخامس عند لجنة الخط والتحكيم. تهانينا متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان لمالك الصايد ناجي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي، من ذهب بالناموس ومن ذهب بالشوط الرئيسي إلى أبناء نجران. التوقيت الزمني 3:19 42 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني حلا متعب بشعار صويحي بن الخيلان بن عايش الشمري. المركز الثالث توقيت الزمني توقيت متعب 3:22 47 جزء من الثانية. المركز الثالث كان الزناتي سالم بن رملي العامري 3:23 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الرابع كان شايش بشعار هادي بن صالح اليامي مع المركز الرابع. المركز الخامس كان سرحان بشعار فيصل بن فهد بن فهيد آل محمد الهاجري. تهانينا والنوماس لمالك الصايد ناجي بن مسفر بن صالح
الرزق العجمي من خطف الشوط الرئيسي للقعدان المفاريت في هذا المساء. أقوى أشواط القعدان في هذا المساء يذهب إلى أبناء نجران محملاً على ظهر الصايد بشعار ناجي بن مسفر بن صالح. الرزق العجمي تهانينا والنوماس لجميع الفائزين، وحظاً أوفر لمن لم يحالف الحظ. تهانينا وألف مبروك.